من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى علينا. الله تعالى بيزجى بولغون تشيكسيز بيز سانا بيتبغون نيماتارنا جاكشلتارنا. أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن نكون أتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. بيزجى وشول الله تعالى وشول پیغمبروزن артынан ерчигендер дерден кылып бизди тандап койгондугу. فلا بد أن نفتخر والله بأننا أتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. جنا الله خان بسوس استردا وشول نرسه منن. بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم نرتن هرچیب چرگن دوست منن. بس دیگه سختانه سیمک تانشش کریک. يعني ما تطاط رأسك هكذا ارفع رأسك. سين ویالو باشند چرگی سالوا جوک تیسکریش باشند گذر. لأن بعض الناس مثلا يكون عنده لحية طويلة مثلا. مثال غير آدم داردن سقال وزن بولد. يقصها. أنا قصرت بصلات. أو يعني إذا كان في مطار أو في زواج أو شيء يخفي اللحية. جاي مثال غايس بير شغلش تارد أو موسو جاي سام بير أيربورت أو جرجم موسو ميت سقان جاشر ولد. لماذا؟ إبن سيبتن. أنت تقتدي بنبي عليه الصلاة والسلام هو من أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إبن سيبتن. سين ديجن شن دا سين. پیغمبر لردن یعنی جاشش سولگون پیغمبر لردن ایرچیب جداسن. سلام الله علیه. إذن هذا من النعم أن الله اختارك أن تكون من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. دمك الله تعالى سني پیغمبردن سلام الله علیه. نرتن ایرچیگن دردن نارستان سني شو ایرچیگن دردن قلب تنده پیگان دو بول الله تن نعمت. أنت ترى أهل الباطل يفتخر بانتسابهم إلى يعني من لا يعرف إلا بالفساد والفسق نسأل الله عليه السلام. بيقولون ده قرصك بلوت. كيفير آدم دربار. بيرتز بير غايس بير بزوقو يشتر من اللي أتاخت بولغون دور نارتنا إيرشيغن ديجي من السيمك تام تيرغون دربار. نعم فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعهم الله سبحانه وتعالى. يقول ده قيم غايس بير آدم پیغمبر صلى الله عليه وسلم نارتنا إيرشيغن بوسو وشو سنة بكم قرغم قرمانغان بوسو الله تعالى عنهم درجة بيك كتريد.